يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقام في بعض دور التحفيظ النسائية ما يسمى بالملتقى، والهدف الرئيسي منه تنمية الموارد المالية لدور التحفيظ، بالإضافة إلى التعريف بالدار وإقامة بعض المحاضرات وجذب اللاتي لم يعهدن دخول الدور. ويكون من أنشطة هذا الملتقى بيع أنواع المأكولات والبضائع وتأجير أماكن في الدار لمن يريد عرض بضاعته وفتح أركان لألعاب الأطفال. السؤال: ما حكم هذا الفعل وفقكم الله، علما بأنها خلال هذا الملتقى تتوقف الأنشطة الرئيسية من حفظ كتاب الله والدروس العلمية؟ هذا احتيال لجمع المال، احتيال لجمع المال. ولو أنهم قالوا للناس تبرعوا، قالوا للمحسنين تبرعوا وطلبوا من المحسنين التبرع بدون هذه التصرفات لكان أحسن. نعم.